انا اتكلم على تاني حرف الانجليش اللي هو حرف البي والصوت بتاع اللي هو البا با. الصوت دوت ما عندناش فيه مشكلة كعرب لانه قريب جدا للحرف البي عندنا في اللغة العربية. النهاردة بقى انا هقسم الحلقة لحاجتين، هنتكلم على صوت الب في كلمة واحدة، وهتكلم كمان على حرف البي لما بيأثر على حروف في كلمات تانية. افتكر ان انا مش بس بعلمك انك تنطق احسن، انا كمان بخليك تسمع احسن، لاني بقول لك اسرار كويسه جدا في النطق تخليك تفهم النيتيفز او اصحاب اللغه اكتر. So without further ado خلينا نبتدي الحلقه النهارده. زي ما قلنا حرف البي في الانجليش عاده بيتنطق زي ما قلنا زي البي في اللغه العربيه، زي body زي bring زي break، بس في حالات خاصه. اول حاله معانا النهارده لما الام في الانجليش تبقى جايه بعدها بي، ساعتها البي بتبقى سايلنت في الانجليش. مفيش حاجه في الانجليش اسمها climb اسمها climb، مفيش حاجه اسمها متسلق climber اسمها climber، مفيش حاجه اسمها plumber اسمها plumber، وهكذا. طبعا في استثناءات للموضوع دوت، بالذات لو الام مش جايه في نفس المقطع بتاع البي. رقم في الانجليش اسمه number، بننطق هنا البي بنقول number. البي برضه في الانجليش بتبقى silent لو وجاء بعدها تي وقبلها vowel، زي كلمة شك في الانجليش doubt، زي كلمة دين debt، فيش حاجة اسمها dipped، كمان كلمة saddle يعني طفيف. ولما بيبقى جاي عندنا بي وال وإي في الانجليش، البي دايما لما يبقى فيه بي ال اي بنحط كده خفيفه، حاجه اسمها شوا في الانجليش، فبنقول كلمات في كلمات عندنا في الانجليش زي كلمه ريسيفبل ريسيفبل، دايما بي ال اي بول، ريسبونسبل ريسبونسبل. كمان البي في الانجليش بتاثر على نطق حرف الاس في كلمات مثلا زي adverbs. انا هنا قلت الاس قريبه قوي للزي في الانجليش، ما ينفعش اقول adverbs، لازم اقول adverbs grabs and so on. افتكر دايما البي في الانجليش لو جت وجي بعدها اس، سواء اس جامعه او اس المفرد الغائب، دايما الاس بيبقى صوتها شبيه قريب جدا لصوت الزي في الانجليش. لو عندنا كلمه بتنتهي بالحرف دي والكلمه اللي بعدها بتبتدي بالحرف بي، لو الكلمه الاولانيه اللي بتنتهي بالحرف دي في كمان قبلها vowel، طبق القاعده دي وانت مستريح. الدي بتتغير بتبقى صوتها عامل زي صوت البي. لو انت هتنطق بالراحه الجمله اللي هتطلع دي هتقول speed boat، لكن انت لو هتنطقها بسرعه هتقول speed boat speed boat، الاثنين بي. مثال تاني، ممكن تقول good boy وممكن تقول good boy good boy، انا ما نطقتش غير اتنين بي، وكمان ممكن اكون ضميتهم ونطقت بي واحده. مثال كمان اقرا معايا ده كده، ممكن تقول we should buy him a present، وممكن تقولها بسرعه we should buy him a present we should buy him a present we should buy should buy. كمان لو عندنا بي، وده الصوت اللي هنتكلم عليه قدام، البي اللي هي بيبقى فيها هوا اكتر في الانجليش، او احنا مش عارف نقول عليها بي تقيله باين مش فاكر. المهم لما البي بتبقى جاي بعدها بي، دايما البي بتلغي صوت البي، زي كلمه كابورد كابورد، ما بنقولش كب بورد نو no. بنقول مش لازم متفائل في الانجليش تقول عليها اب بيت، قول اب بيت اب بيت. That's all for today يا جماعه. If you liked the video, share and like.